يا مساء الورد والياسمين على أحلى إخواته ومتابعين في الدنيا. ربنا يبارك له فيكم ويصلح حالكم ويرزقكم بالذرية الصالحة وما يحرمكوش دايما من صحتكم ومن عافيتكم وما يحوجكوش لحد أبدا، وتدنكم محوجين لصحتكم ولعافيتكم بس. ربنا يبارك له فيكم ويبارك له في عمركم يا حبايب قلب أحلى إخواته وأجمل فانز في الدنيا بحال. النهارده احنا قلنا نطلع بقى نتفسح في جنينة الزقازيق. طبعا هي ايه، احنا قلنا ترفيه كده ونفرجكم فيها اجمل حيوانات الدنيا، يعني حيوانات انا عمري ما شفتها، او بمعنى اصح انا عمري ما شفتها، يعني كنت رايحه اشوف كده وقلت ما اتفسح وبس، لقيت حاجات جميلة جدا جدا. هنتكلم كلمتين ونصيحتين في اول الفيديو وفي اخر الفيديو، بس بتمنى اللي محدش يزعل مني، لان احنا دايما زي ما بنقول الصح بنقول برضو في نقط ما ينفعش تتعمل، او في نقط ما ينفعش تطلع، او في نقط ما ينفعش تتقال. تمام، اول حاجة انا بجيب اللوم كله على طارق والغلط من طارق. تمام يا طارق، اول حاجة انت شفت التعليقات وشفت تعليق كلكم ان انا ما عجبنيش الوضع او ما عجبش الفانز الواضح. ليه؟ زي ما بنقول كده حلو اللي انتوا عملتوه حلو، زي مثلا فيديو بتاع الارض واللي هي عملته، مثلا الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه فيه طاقة ايجابية وجميل جدا في منتهى الروعة والجمال، طلعنا اتكلمنا عليه. اما الفيديو اللي انت عملته ده يا طارق ده غلط، ما ينفعش خالص خالص. اول حاجة، اول نقطة، اللي ما ينفعش تدخل صحابك ايا كان، صاحبك وصاحبي على القهوة، صحابك على القهوة مش في الغرفة بتاعت أوضة والدتك. أول حاجة والدتك ما بتظهرش أوضة النوم في التصوير. تاني حاجة، ما ينفعش يخشوا ويظهروا أماكن الفلوس اللي أمك بتاعنا، ما حدش، خلاص الدنيا دي عدد دمار، ما حدش يأمن لحد خالص، لا القريب ولا الغريب، ما عادش في أمان، ما عادش في أي حاجة. والتصوير على العالمي اللي أنت بتظهر مكان أمك بتعين فيه الفلوس وهم يخشوا يقلبوا الأوضة بالطريقة دي، ده أكبر غلط. تمام، تاني حاجة، صحابك دول خشوا ازاي؟ انت كنت نايم، صحابك دول خشوا ازاي؟ يعني انت بتصور لنا كنت نايم، دول خشوا ازاي؟ دي تالت نقطة. تالت نقطة بقى واللي فيها الغلط، اللي انت في اطفال بتتفرج عليك، ما ينفعش اللي انت تطلع وتقول، حتى والدتك كانت قالت مش اول مرة تسرق، انت كنت بتسرق وانت صغير. طبعا دي كمان ما ينفعش تتقال، لان في اطفال وكده رد فعل وحش قوي، او رد فعل للناس وحش قوي، عشان اطفالنا بتتفرج، اطفالهم بيتفرجوا، ما ينفعش خالص تطلع بالوضع السرقة على الفيديو. تالت حاجة او رابع حاجة، الست والدتك دايما بنشوفها قمة الأخلاق، وما زلنا ومتعودين منها على الطاقة الإيجابية والضحك والفرفشة والاحترام وكل حاجة زي ما احنا متعودين فيها، هي ما فيش أي حاجة غلط منها. العيب أنا مركباه على طارق يا جماعة، محدش يفهم غلط، أنا مركبة الغلط في الأول وفي الآخر على طارق، ما ينفعش يطلع والست والدته بالطريقة دي خالص. عدم الطرحة طبعا، العباية اللي هي كانت لابساها بمثلث الصدر طبعا باقي جسمها من فوق باين، وده طبعا ما خدناش عليها كده، واحنا كنا وانا كتبت التعليق واللي جايه لي بالتعليق بتقول لي ما طلعتيش تتكلمي، ليه ما تطلعي تتكلمي يا صاحبة الحق ويا صاحبة الكلمة، ولا انت بس خايف؟ قلت انا ما بخافش من كلمة الحق، كلمة الحق زي ما انتوا شايفينها انا بشوفها، الغلط زي ما انتوا بتشوفوه انا بشوفه. فما ينفعش خالص يا طارق تطلع حتى في اخر الفيديو وانت بتتكلم وبتصور وبتقول وحاطط ايدك مداري صدر مامتك كده، طب ما بدل ما تداريها بالايدك حط طرحه عليها، حط طرحه. ما ينفعش تطلع امك بالعنف ده والعصبيه وحرقه الدم دي، انت حرقت دمها جامد في الفيديو وتعصبت جامد وخليتها تشتم، وانت طلعت بطريقه مش حلوه خالص، مش مقبوله ومرفوضه تماما تماما. اللوم عليك، عايز تهزر او عايز تعمل مقالب بالطريقة دي كده، بتاخد القناة التانية بتعمل فيها اللي انت عايزه، سيب القناة بتاعت الست والدتك زي ما احنا متعودين على المحتوى اللي فيه طاقة ايجابية وفيه الحب والود والاحترام وكل حاجة، سيب لها قناتها، هي بتديرها زي ما هي، بتديرها زي ما هي كده، محببانا فيها والطاقة الايجابية شغالة والحمد لله وقناتها كويسة، فانت ما تضيعش قناة امك باللي انت بتعمله ده، ما تضيعش القناة باللي انت بتعمله ده، ده اكبر غلط، غلطة عمرك اللي انت تعمل كده. ولو سمحت ده يعني يعتبر من الفيديوهات السلبية اللي انت قدمتها قبل كده، عملت فيديو الخمور ومش الخمور وهم استجبتوا للناس، وممكن كنت حذفت الفيديو، انا ما شفتهوش الله وكيل، كنت حذفت او ما حذفتهوش، بس ده تاني فيديو بتعمله انت، لو انت بالطاقة الايجابية بتاعتك ده بالنسبة لك تاني فيديو،
ست والدتك بعيد خالص عن الحاجات دي وما تعرفهاش او ما تفهمش فيها، بس ما تطلعهاش تاني بالطريقة دي كده. وانا كتبت في التعليق احنا ما تعودناش الست حلمية تطلع لنا من غير طرحة، لازم بتطلع بالطرحة وبالحجاب بتاعها، لان متابعينها من دول العالم هنا وهنا وهنا، وما ينفعش التعليقات اللي جت على الفيديو كمية السلبية في التعليقات دي احنا مش متعودين عليها ومش متعودين نشوفها. فلو سمحت احنا متعودين على التعليقات الكويسة اللي بترفع لكم طاقة ايجابية، اللي بتخليكم تشجعوا على فيديوهات جميلة تتعمل. فانت ما تجيش تضيع الدنيا بالاسلوب بتاعك اللي مش كويس ده. لو سمحت عايز تعمل كده خصص لك قناة وسيب قناة والدتك هي بتديرها لنفسها، تمام؟ وتاني حاجة يا جماعة، معلش انا قطعت الفيديو عشان اشرب. يا طارق انت حلفت واصحابك حلفوا اللي انت ما سرقتش ولا اخدت فلوس، حلفت كذب، حلفت كذب. دي نقطة برضو الواحد ما يسكتش عليها ويتقال، لما تحلف كذب في الفيديو ويجيلك تعليقات اللي انت حلفت كذب، ده طبعا سلبية، سلبية منك ومرفوضة تماما في شغل امك وفي شغل وفي فيديو بتاع والدتك كده. انت بتخسر جامد الدنيا وبتضيع الدنيا جامد جامد جامد. ولو سمحت الفيديو اللي طلع ده بالمقلب بالطريقة دي كده الناس كلها رافضاه، الناس كلها رافضاه. فبتمنى يا حبايبي اللي ما حدش يزعل مني، واللي هي بتقول انت طالعه بوشين، انا مش بوشين خالص، انا مع الحق دايما، وكلمه الحق دايما انا بتكلم فيها سواء جت عليا او مش جت عليا، كلمه الحق لازما عليها، تمام؟ او على غيرها، سواء هي او على غيرها. انا يعني بنشوف دلوقتي الفيديوهات طالعه كويسه، ما فيهاش اي تعليقات، ما فيهاش اي كلام، وما فيهاش اي حوارات. فربنا يجمعكم على خير وربنا يصلح حالكم. احنا بنحب ندي الطاقه الايجابيه دايما يا طارق، وحذاري تعمل فيديوهات زي دي تاني. هتيجي تاني. تعال خد سلم مدال، خليها تيجي هشيل رف بس اصور بالعرض، ماشي؟ ما بالعرض اهو. ايوه افصل اهو اهو. يلا لا هتشوطها من بقك. لا ده حضرتك اللي خدها الكاميرا دي. لا مش بتاعت. صهتني يا محمود، هاتني درخ البحر. حاجة بوجة ضايق. أحسن يا محمود الفتي. لا استنى عليها. هتشوطها منك. لا لا. يا هي مركزة على محمد ليه؟ مش عارفة. كلمني. يا بنت بتدي حتت كبيرة. بتدي حتت كبيرة. انا خلتك بصبا. لا انت حطها في بقك الخيار. حرام عليك يا محمد. عشان يا محمد يا محمد. استنى حتى سلوى بتصور وبعدين بتقول. ما انت رحت خلصت الخير على القرود يا سالم. لا والله كل شويه محمد يجي يقولها تمه بتقول. لا ما حصلش والله. يا خيارة ولا ولا القرود اساسا كانت اديلها 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 كمان واحد. استنى ما تخافيش اديلها. انت خدت تاكل. الله رمت العصايه. يا هيثم الراجل خلاص خلاص يا حبيبي. اطلع اعمل صوره روح جاي فوز.
ده يا حبايبي صيد قشطه بس شكله كده كسلان ورمه، عايز ينام مش عايز يتحرك اهو. لو هنحدف له اي عيل من العيال دول ممكن يتحرك يعني، انصحك. تيجي رايك نحدف له محمد، محمد الصغير على فكره اهو، نحدفه له كده يمكن يعوم معايا يصحصح كده.